انت شكون؟ انا شكون؟ تطور تونسي مركز على روحي عم زو. صنعتني مش خدمتي اكثر، صنعتني البلاد اللي انا فيه، البلاد اللي ما تحب حد، البلاد اللي ما تحب تعاون حد. انت تعطي جلده نتاعك وبدنك باش عبد يتعلم فيه حاجه. باه مشيت نقرا ايكول اوتيلير، انا لباز نعمل جيستيون اوتيلير، دونك حاجه ما عندها حتى علاقه بينا. في شويه دوامر كرافات صباتي قربع ونصيح الخدامه ما من حاجه تكون تحك مع الجماعه. علاش عملت لك عائلتي عائلة محافظة برشا، معناها الوالد إمام جامع، وهو روحت مرة من ليكول وهو في الجامعة يصلي بالعباد. دونك كي دخل أنا خرج من الدوش، خزر خرج ساعتين ورجع قال لي صافا تعلمت وتعمل على روحك وكل، قلت له قال لي ما نخرج عليهم الدار. دونك 2009 طلعت هبط ديميسيونيت من الخدمة وشقيت الخلاء بأتم معنى الكلمة. دونك واحد من الأولاد هذوكم هكا قاعد هكا نحكي أنا وياهم ونتدروش وكل، قال لي أمنيتي ناكل شوكولاتة، ونعيط لأصحابي ونقول السلام عليكم مش نجرب عليك، واضح وصريح معنى ما كنتش تتوقع دافنشي باش يصور لك. ما يفهم عبيد يقول لك تقعد ديما يو فيس ذيس مومنت، وإلا قدامك كل حاجة ديك الخايبة اللي صارت تستنس بها اللي انت تقتنع بها وتقبلها. أما كي تعاود تذكرها مثلا مرة في ست شهور تنقرك تشويك. لا هوني الفرق ما بين التطوير وصحاب السيدة ذاك، سيكو صحابه باش يقولوا لا وسع بالك وتتشوف وتتسلك وتتعدى وكذا. التطوير لا باش يحاول يبصر بي بور كريي. غزر لي غزر صاحبه استغفر الله العظيم، ما رجعت دخلنا غوريلا هوني